أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقتنا الأولى من برنامج أخبار الناس. قد تكون أنت مصدر الخبر وقد تكون المعني به. أخبار الناس برنامج نهتم فيه بأخبارك أنت في محافظتك ومدينتك وقريتك، في حيك وشارعك، في كل مكان في مصر. نتلقى فيه مكالماتكم ومشاركاتكم. برنامجنا نافذة لك أنت، لكن على عكس ما نقدمه في باقي نوافذنا، هي أخبار مع وقف التنفيذ، وذلك حتى يؤكدها مراسلنا. ننصت إليك بعناية، فنرجو أن تتحرى الدقة في روايتك قدر المستطاع. نتلقى اتصالاتكم مشاهدين الكرام على الأرقام الموضحة على الشاشة، كما يمكنكم مراسلتنا على الإيميل، إيميل البرنامج peoplenews@aljazeera.net، وعلى حسابنا على تويتر هاشتاج أخبار أندرسكور الناس. نستهل حلقتنا مشاهدينا الكرام بهذا الاتصال. معنا إبراهيم من القاهرة، تفضل إبراهيم. أهلا بك يا فندم. أنا بداية بشكر قناة الجزيرة على التغطية الرائعة اللي هم عاملينها من أول بداية الانقلاب العسكري. إبراهيم عفوا، لا أسمعك جيدا، أرجو من زملائنا أن يكون يتم إيضاح الصوت قليلا. نعم تفضل إبراهيم. طيب كده تمام يا فندم. تفضل إبراهيم. تمام يا فندم. يعني أنا بداية بشكر قناة الجزيرة على التغطية المحترمة اللي هي عاملاها. أشكرك. تحري مهنيتها في نقل الحقيقة للناس بعيدا عن الإعلام بتاعنا الواضح جدا للناس كلها. فمش حابب أتكلم كتير فيها حفاظا على قناة الجزيرة وعلى مصداقيتكم. أشكرك. يعني والله في أخبار الناس، يعني والله من واضح لكل الناس إن الدنيا جدا بايظة. يعني أخبار الاقتصاد دلوقتي اللي كانوا أيام مرسي بيغنوا يقولوا البورصة حمراء، وإيه أخبار الأسعار اللي كل يوم بنقدر أشتري حاجة ألاقيها غليت عن اليوم اللي فات. أخبار الغلابة اللي هم مضوهم على تمرد عشان الأمن والأسعار، وفي أمن الوقت. أنا قابلت مرة واحد في الأتوبيس بيقول لي الموتوسيكل بتاعي اتسرق من قدام وزارة المالية، رحت أعمل محضر قالوا لي مش هنعرف نجيبه لك تاني، لو حد اتصل بيك اديهم اللي هم عايزينه وخده. يعني ده ده ده, ده, في ده في اسم الشرطة في القاهرة. ده في اسم الشرطة في القاهرة. فأنا بص، أنا طالب أزهري مات من أصحابي 7، أنا ما شفتش فيهم يوم واحد ماسك طوبة. يعني أنا مش عارف إيه اللي بيحصل داخل جامعة الأزهر. يعني الجامعة من أول يوم السنة دي أنا ما عرفتش أحضر فيها محاضرة كاملة على بعضها. قنابل غاز بتنضرب علينا جوه المحاضرة. الدكاترة بينضربوا داخل الكلية لو اعترضوا. ومدير الكليات بيتمنعوا ساعات من الدخول من العساكر اللي واقفة على البوابات. طبعا ده كله كوم، واللي بيحصل في الميدان الجامعية كوم تاني خالص. كل يوم حصار في المدينة ومطاردات واقتحامات. كل يوم ضرب نازل علينا. طب ليه ده كله؟ يعني لو الواحد طلع بره البوابة المدينة يتم تسليمه من الأهالي الشرفاء. يعني الشرطة بتاخدنا تسلمنا للأهالي الشرفاء، هم اللي يودونا الاسم. وعلى حسب بقى معرفتك بقى، إذا كنت تعقد من الأهالي الشرفاء هو اللي هيطلعك. يعني أنا أعرف واحد صاحبي في اللي هو الاقتحام الأخير اللي اعتقلوا فيه 130 طالب من جوه الغرف بتاعتهم، كان يعرف واحد بلطجي هو اللي رايح يسلمه فهو اللي خرجه. فيعني هي دي بقت دلوقتي الدنيا كده كويسه. يعني اللي يعرف واحد بلطجي يبقى ده الظهر بتاعه في الوقت ده. يبقى هو ده ما شاء الله، يعني هو كده هيخرج. تعالى بص على الامتحانات في الجامعه عندنا، يعني لازم كل يوم تمتحن على صوت الرصاص والخرطوش والقنابل، بغير العساكر والضباط اللي وزعوا الورق، بغير الضباط اللي دخلت ولغت اسئله الامتحانات بمزاجها، بغير الحل الجماعي اللي بيحصل. يعني انا مش عارف هو الجامعه انت طالب في جامعه الازهر. انا طالب في جامعه الازهر. تمام. يعني انا مش عايز اعرف، مش عارف اقول هم فاكرين ايه. يعني هم فاكرين ان هم يقدروا يحاربوا طلاب الازهر. انت قدرت يعني تمتحن؟ يعني هل امتحنت في الترم اللي فات دوت ولا امتحنتش ولا كان؟ انا امتحنت، بس كان امتحانات زي ما بقول لحضرتك كده، امتحانات بايظه نهائي. يعني امتحانات حل جماعي، امتحانات الضباط اللي بتدخل تراقب عليك. هم اللي بيدخلوا يوزعوا الورق، هم اللي بياخدوا ورق الاجابه. طيب. يعني ده غير بقى الناس اللي بتموت جوه الجامعه نفسها، غير حرق كليه التجاره، غير حرق كليه الزراعه، يعني غير ضرب عميد اعلام والمعيد، ويعني سب الناس بابشع الالفاظ هناك. طيب. طب هم فاكرين ان هم لما يعملوا كده في طلاب الازهر الطلاب هيسكتوا؟ والله يبقوا جاهلين بتاريخ الازهر، يعني جاهلين بالناس اللي اتربت على سيره صحابه رسول الله وعلى صمودهم وانتصاراتهم مهما بلغ المحنه. وفي الاخر
هننتصر ان شاء الله. ميعاد النصر مكتوب لميعاد الانقلاب مكان مكتوب كده. اشكرك شكرا جزيلا ابراهيم من القاهره. فقط يعني عايز افهم برضو جمهورنا اكتر فكره البرنامج. فكره البرنامج معتمده بشكل رئيسي على فكرة المواطن الصحفي. احنا عايزين بقدر الامكان نوسع الدائرة اكتر من كده بحيث ان يكون في قدر اكبر من المعلومات، لكن كل المعلومات اللي انتوا هتقولوها او مشاكلكم اللي انتوا عايزين تحكوا عنها سواء في محافظتكم او في قريتكم او في اي مكان انتوا متواجدين فيه وعندكم مشكلة او عندكم خبر قد تكون الجزيرة مش زاعته او قد تكون الجزيرة نظرا لضغط الاخبار لم تهتم بيه بالقدر الكافي، احنا هنستمع ليه بعناية منكم. لكن هنا البرنامج فقط نستمع، ليس كل ما يقال هنا اخبار. في حالة ان احنا استوثقنا من هذا الخبر، في حالة ان احنا استوثقنا من مشكلة من المشاكل حكيت هنا في هذا البرنامج، ممكن نتناولها في اطار برامجنا الاخبارية، نشرات الاخبار، وكذلك برامجنا اللي بنقول فيها كلام معتمد واخبار موثوق فيها. عشان كده كل ما يقال هنا هو أخبار تحت وقف التنفيذ، لا تعتمد من القناة، فقط نحن نستمع إليها بعناية، نحللها ثم نعود لمراسلينا وصحفيين نستوثق منها، ثم إذا كانت موثقة ننشرها في نشرتنا الإخبارية. أعتقد أن الموضوع واضح، وبنحاول بقدر الإمكان أن احنا نهتم يعني الحديث عن أوضاعكم المعيشية أكثر، ونحاول ان احنا نستمع الى مشاكلكم اكتر، لان القناه مخصصه على مدار الساعه على مدار اليوم كله بنناقش فيها الاخبار السياسيه. لكن احنا حابين ان احنا نعمل البرنامج دوت كوصله ما بين يعني القناه ومذيعي القناه وصحفي القناه وما بين جمهور القناه عشان خاطر نعرف مشاكلكم اكتر عن قلب. معايا احمد بن اسكندريه، اتفضل احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا في البداية بس كنت عايز أحيي حضرتك وكل العاملين بقناة الجزيرة التغطية المستمرة اللي حضرتكم بتقدموها، يعني والله خالص الشكر يعني من شعب مصر كله. أنت في أي منطقة يا أحمد؟ أنا في محرم بيه في بيت العين. طيب الوضع عندكم إيه في المنطقة؟ يعني هل يعني تأثير الوضع اللي بيحصل في مصر دوت عليكم إيه؟ من الناحية المعيشية ومن ناحية يعني كل النواحي عموما يعني. أنا كنت عايز أقول لحضرتك والله يعني من الناحية المعيشية أو من ناحية يعني في ناس كانت بتحاول تصور إن المواطن الغلبان يعني أو أي مواطن أهم حاجة عنده اللي هو الأكل وكده، بس أنا عايز أقول لحضرتك يعني من زي ما حضرتك بتصور الحتة دي، إحنا في كل حتة على القهوة مفيش فينا في الناس كلها غير في السياسة. بسبب اللي بيحصل في كل مكان، إحنا عندنا من رجل العنب في شهيد محمد السعداني ميت، ففي كل مكان لأن في شهيد وفي مصاب في كل حتة دلوقتي، وكل حته الناس متقسمه، متقسم ما بين ده وما بين ده. كنت عايز اقول لك شهاده، انا شفتها امبارح بنفسي لان الناس كانت شايفه حضرتك واكيد شايف المباريات المؤيده للنظام الموجود دلوقتي سواء كانت في التحرير او في اي مكان. انا عندي في المنطقه انا كنت بتمشى والله زي ما بقول لحضرتك كده بالنص يعني قدام يعني مش عايز عن فتنه بس يعني عربيات بتطلع من قدام الكنائس وتاخد الناس مشروع وبعد كده تجيبهم يروحوا بالليل ويجوا. الحادث ده على فكره حصل في يوم التفويض برضه نفس الحادث ده، هو بيروحوا بالعربيات ويجوا واوتوبيسات بتيجي تاخدهم، فالحادث دي بطريقه كده منظمه يعني عارف انت ايام الثوره لما كنا بننزل واحد كان بينزل كده من نفسه، كنا واحنا بنتمشى في الشوارع بنحشد الناس انزل يا مصري شارك معانا، تلاقي الناس بتنزل معاك بتسيب القهوه وبتنزل. دلوقتي الحادث بطريقه معينه ما تعرفش ده دوز معمول ولا معمول ازاي يعني. تلاقي الناس معموله رايحه باوتوبيسات ومن كل منطقه كده في ناس متجمعه حد بيجي ياخدهم ويوديهم ويرجعوا تاني. ده انت شفت المشهد ده امبارح ان في اوتوبيسات يعني بتودي الناس لميدان التحرير؟ لا انا مش ميدان التحرير، هو عندنا سيدي جابر المفروض الجيش والشرطه بيحتفل بالمواطنين الشرفاء يعني. فانا بقول لك انا كنت بتمشى في كذا منطقه برضه وشفت طيب. المنظر ده يعني اكيد الناس في اسكندريه عارفه المنظر ده كويس. طيب اشكرك شكرا جزيلا احمد. معايا ماجده من الهرم، اتفضلي استاذه ماجده. فقدنا الاتصال للاسف الشديد. استاذ خالد من المنصوره، محمود من عين شمس، محمد. اتفضل استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. فندم حضرتك النهارده انت المشاركه في اللي شاف حاجه بعينيه يتكلم او المشاركه بصفه عامه بشكل عام يعني في اي حاجه ولا؟
في اي خبر يعني اي امر او مشكله انت يعني بتهمك انت وعايز تتكلم عنها اتكلم عنها، عبر عنها. المنبر مفتوح قدامك، لكن في نفس الوقت احنا بننوه مره ثانيه ان الاخبار هنا مع وقف التنفيذ، يعني لحد لما نتاكد من الخبر ونستوثق منه ممكن نحطه في نشره من نشراتنا الاخباريه ونعتمده كخبر بعد ما نتاكد منه من خلال مراسلينا وصحفيينا. يعني اتفضل. تمام يا فندم. او بصفه عامه او بشكل عام، النهارده مفيش حد في مصر مرتاح، يعني محدش يقدر يقول لك النهارده ان انا عايش عيشه نزيهه ومعايش مرتاح وعايش في امن وامان وعايش بسلام او الكلام ده كله. الواحد النهارده، الواحد كان زمان كان عايش، كان كل طموحاته في الحياه ان هو اول ما يخلص دراسه يلاقي شغلانه، بعد ما يخلصها ممكن حتى لو خلص جامعه، وفي الاخر شهاده الجامعه بتتحط على برواز في اوضه الانتريه، بتتحط جنب فازه صغيره، الكلام ده كله. النهارده الواحد النهارده كان ده كان زمان كل طموحاتك. لما قامت ثوره، يعني انا مش هدعي ان انا ثوراجي او ان انا شاركت في ثوره 25 يناير، لان في الفتره دي بصراحه انا ما كنتش موجود في مصر. تمام؟ كويس. وبرضك بصراحه اكتر كنت من الناس اللي كانت بتقعد تتفرج على التلفزيون ايام التحرير وايام 25 يناير، وكانت تجيب التلفزيون المصري وتقول ايه ده يا عم، مفيش اي حاجه، قناه الجزيره دي جايبه لك ايه، الناس اللي بتموت دي جايبه لك صور من سوريا وجايبه لك صور من مش عارف تونس وثوره تونس والكلام دوت، احنا بخير والحمد لله. لما الثوره نجحت والوضع اتعدل وابتديت تسمع اللي ما حدش يتمنى ان هو يسمعه، ان انت قد ايه كنت مسروق وقد ايه كنت متبهدل ومش عايش، ان انت انسان، انت بالعكس عايش كانك، اسف ما ينفعش اقولها على قناه محترمه زي ديت. الواحد لقى نفسه بيشم نفسه، بمعنى ان انت بقيت ماشي في بلدك حاسس ان انت شارعك، حاسس ان انت بتركب مواصلة بتاعتك، حاسس ان انت حاسس بتغيير، انت مش عارف هو ايه بالظبط التغيير، لكن انت حاسس في فرق، في حاجه حصلت انت مش عارفها. صحيح. فتره كان منها انتخابات، انا واحد من الناس اللي برضك يوم، يعني انا واحد من الناس والله العظيم اقسم لك بالله زي ناس كتير قوي يا فندم، اول مره كنت اسمع حد اسمه حبيب العدل كان في ثوره 25 يناير، اول حد اعرف عمر سليمان كنت شفته في التلفزيون ايام الثوره. طب ليه يعني ليه ما كنتش مهتم بالبلد واخبار البلد؟ ما كناش متابعين يا فندم الكلام ده. انت يا فندم ليه ما كنتش متابع؟ ليه الواحد زمان يعني هل وصلت مثلا لحاله ياس مثلا انك انت خلاص الامور؟ والله لا مش حاله ياس يا فندم، لا الواحد كان زمان يا فندم لما يبقى عنده رقم تليفون امين شرطه على تليفونه بيسجله الباشا، يعني واخد بال حضرتك، يعني خلاص ده انت كده عارف شخصيه فيري فيري امبورتنت، يعني واخد بال حضرتك. فهو الوضع ما كانش يسمع لك، يعني انت اخر ما في خيالك ممكن توصل له ايه، ان انت تعيش وبتاع وزي الفل بس. فاللي انا عايز عشان ما اطولش برضك على حضرتك، عايز نفسي اوصل الرساله كامله عشان اخد الوقت وادي الناس الثانيه وقت. فاللي انا عايزه لحضرتك باختصار قول لنا بقى باختصار اللي انت عايز تقوله، لاننا عندنا مكالمات تليفونيه كتير. تمام. حاضر يا فندم، ربنا يخليك. تمام. فهو الواحد النهارده، يعني انا بقول لحضرتك احساس من ضمن الاحاسيس الكتير قوي اللي في وسط الناس، عدت فتره الانتخابات ورحنا وحشدنا ونزلنا ويلا الدكتور مرسي، ولقينا ناس بتقول لك لا احنا هنعمل لكم بالدين والاسلام هو الحل، وكان ثلاث ارباع الناس او انا واحد منهم، ان خلاص انت ماشي ورا واحد هو امن، انت امنته على نفسك وامنته على حياتك، وواحد بيقول لك باسم الدين والكلام دوت. الله اعلم لحد وقتنا هذا ان كانوا مظلومين ولا ان كانوا اصحاب حق ولا ان كانوا فعلا فسده وخونه. الله اعلم، احنا مش هنتهم ده ولا ده. لكن اللي النهارده يا فندم اللي انا اللي ساعات بسال نفسي سؤال، الناس النهارده اللي عماله تايد اللي بيحصل، او الناس النهارده اللي نزلت امبارح تحتشد في التحرير واتوبيسات كانت بتحمل وقدام عينينا، وده كلنا شفناه، اللي كانت الاتوبيسات اللي كانت بتحمل من موقف العاشر، الاتوبيسات اللي رايحه التحرير ومش اي حد بيركب، لا معروف مين اللي هيركب ومين اللي مش هيركب. طيب. النهارده الناس دي انت مين، فين ضميرك؟ فين ضميرك اللي بتأيد دم؟ فين ضميرك يا اللي بتأيد؟ طيب استاذ، لو انت عايز تمسك البلد، عايز تمسك البلد يا سيس امسكها. طيب. هتورينا هتعمل ايه؟ هتقتل ايه اكتر من كده؟ طيب يا استاذ محمد اشكرك شكرا جزيلا. مرة تانية مشاهدينا الكرام، لأن البرنامج هو في حلقته الأولى لسه لحد دلوقتي، في برنامج قضية اليوم، قضية اليوم احنا بنستمع فيها بنحدد قضية وبنتلقى اتصالاتكم على القضية ديت بشكل أو بآخر، احنا مهتمين هنا نعرف أخباركم مش آرائكم، آرائكم هنعرفها في قضية اليوم، أخباركم احنا عايزين نعرفها هنا، عشان كده سمينا البرنامج أخبار الناس، عايزين نعرف كل الأخبار اللي بتهمكم، كل الأخبار اللي عندكم، كل الأخبار اللي ممكن تكون مش على الشاشات القنوات الإخبارية بشكل أو بآخر، الناس مش مهتمة بيها، إحنا عايزين نوصل للقطاع ده بشكل أو بآخر. أم أحمد من القاهرة. اتفضلي يا أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم.
ازيك يا استاذ احمد؟ انا محمد مع حضرتك. الله يخليك. اتفضلي يا فندم. انا بس في حاجه بس تعباني من زمان، وكان من زمان كان نفسي اتصل بس عشان اقولها، قولي حاسه قولي ان هي اتفضلي. تعباني جوا ان انا ما قلتهاش. قولي قولي اتفضلي. حصل من اسبوع او من اسبوع من فتره كده ان المستشار الصعيدي هشام كانوا حلوه لوظيفه اداريه عشان القضيه بتاعت شفيق. حقيقي يعلم الله، يعني الواحد مستني، يعني ممكن العمر يروح في اي ثانيه، بس انا بقولها بما يرضي الله ان انا القضيه دي فعلا حقيقيه، فعلا القضيه دي فعلا حقيقيه، والارض اللي واخدها شفيق وجمال وعلاء ومبارك انا شفتها بعيني. تعرف حضرتك انا شفتها من سنه كام؟ طيب من 2003 انا شفت الارض دي بعيني، وفي ناس من هناك من نفس المكان قالوا لي دول خدوا الارض فعلا، وانا شفتها ومتحيزه بسلك، وانا شفتها بعيني، مش بقول كلام، انا طيب. بكتب شهاده لله عشان لو ربنا اراد لي ان انا اموت بعد ثانيه اكون قلت الحقيقه. انا شفت الارض دي بعيني ومن 2003 وانا عارفه ان هي دي ارض مين، وعندك وثائق، واخدينها وعندك من مين، وثائق كل تثبت حاجه. الكلام دوت ولا لا مصدر؟ انا ما عنديش، لا انا بقول لك انا شفتها بعيني، لكن انا ما عنديش وثائق يعني. اجيب منين وثائق؟ بس انا شفتها فعلا بعيني، والناس اصحاب المكان اللي هناك قالوا لي فعلا ان احنا طيب. دول بتاعتهم، وهما ما حدش قدر يبني ولا حد قدر يحط طوبه الا لما دول خدوا وش القفص طيب الحته دي. طيب أم أحمد أشكرك شكرا جزيلا. معايا محمد من الإسكندرية. قبل أن أستمع إلى مكالمتك يا محمد، بس أنوه مشاهدينا الكرام ممكن ترسلونا على إيميل البرنامج peoplenews@aljazeera.net، وأعتقد أن زملائنا هيحطوا الإيميل على الشاشة دلوقتي، وبرضو على حسابنا على تويتر على هاشتاج أخبار أندرسكور الناس. محمد من اسكندريه، اتفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت انا اقدر، انا مش فاهم حاجه وعايز افهمها من حضرتك. قول يا سيدي. دلوقتي المكتب الشرعيه اللي بتقولوا عليه ده، او الشريعه ده اللي بتقولوا عليه، مين اللي بيقول عليه؟ المكتب الشريعه بتاع الاخوان ده، او المكتب اللي بيلتر منه البيانات. مكتب الشريعه؟ ايوه. لو تعرف مكتب الشريعه ده فين قول لي، لان انا ما اعرفش حاجه اسمها مكتب الشريعه فعلا، يعني اللي هو حاجه اللي هي الشرعيه او التحالف الوطني لدعم الشرعيه قصدك. التحالف الناس دي اصلا مش المفروض، الناس دي اصلا مش هي المفروض اللي اصلا دي ماسكه البلد، وهي اصلا اللي تحكم البلد. طب هقول لك على حاجه معايا. قول فضل. انت اخبار الوضع المعيشي عندك والخدمي ايه يعني؟ الميه، النور، الكهرباء، الاسعار، احكي لنا عنها، كلمنا عنها يعني. لا انا مش عايز اتكلم في كده. ليه مش عايز اتكلم في كده؟ اصل انا عايز اتكلم دلوقتي ان المفروض الاخوان دول هم معاهم الحق دلوقتي في البلد. حلو، ماشي بيه. والمفروض هم السياده في البلد دلوقتي. طيب. هم اصلا القانون وهم الشرع. المفروض انا هم يقول لك ما تخرجوش على الحاكم، ما تضربش الحاكم، ما تقتلش الحاكم، دم المسلم على المسلم حرام، مش عاوزين نار، مش عاوزين. طب هم بيموتونا كل يوم وبيعتقلونا كل يوم، ازاي احنا ما نردش عليهم؟ ما المفروض هم، احنا دلوقتي اللي معانا الشرعيه، الناس دي اللي معانا الشرعيه ومعانا كل محمد. حاجه دلوقتي. استاذ محمد انت بتتفرج على 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 اخبار، على تلفزيونات، بتتابع برامج؟ انا مش بتاع الكلام ده خالص. انا طب دلوقتي ما هو دي عاوز مشكله، حل للبلد. ما هي دي مشكلة يا أستاذ محمد، أصل الإخوان أصلا مش في السلطة من 30/6 يعني، سابوا السلطة من زمان. طب لا المفروض هم معاهم الشرعية، إن الشرطة دي بتاعتهم. يعني المفروض دلوقتي يقولوا لنا إن إحنا نطلع بسلاح نضرب في الجيش ونضرب في الناس المعفنة. طيب أشكرك شكرا جزيلا. أنا مش قادر أفهم وجهة نظرك صراحة كاملة، لكن على كل حال أشكرك شكرا جزيلا. اعتقد ان احنا مشاهدينا الكرام يعني في اولى حلقات برنامج اخبار الناس استمعنا الى عدد من المكالمات، قد لا تبدو الفكره واضحه بالشكل الكافي، لكننا يعني اوضحناها اكثر من مره، ونتمنى في الحلقات القادمه بدايه من الغد ان شاء الله ان تكون الفكره وضحت، ونترقى اتصالكم عليها. اشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، والى اللقاء.